بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم فيديو كتير 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 حلو. اليوم أنا مبسوط كتير بالفيديو اللي عملناه أو بالإنجاز اللي عملناه. طبعا أول شيء بتشكر الكباتن اللي وقفوا معنا وفين نقول لبوا النداء صراحة، يعطيهم ألف عافية. وعلى سعيد الشخصي هن أصدقاء وأنا بفتخر فيهم ككباتن في الكرة السورية أو في منتخب سوريا. عندي تصريحات لنجوم ومدربين الكرة السورية. أنا سعيد كثير وبشكر صديقي قناة حمدكو اللي ساعدني ببعض الصور، وأشكر أيضا أخي يزن اللي معي بقناة 963 سبورت. طبعا أول شيء بتشكر الكباتن، طبعا بدون ترتيب راح يكون كل كونتاج راسي: الكابتن ياسر السباعي، الكابتن انور عبد القادر، الكابتن احمد جلاد، الكابتن احمد عزام، الكابتن محمد منصور، الكابتن باسم بكر، الكابتن جورج خوري، الكابتن ايضا مين كمان، عبد القادر، انور عبد القادر. ان شاء الله ما اكون نسيت حدا. راح تشوفوا تصريحات بتجنن للكباتن. راح نسمع تصريحات الكباتن. منبلش بالكابتن انور عبد القادر عن مباراه سوريا وقطر، شو توقعه وشو رايه بهي المباراه نصف نهائي كاس غرب اسيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اخي، ما يتعلق بمباراتنا مع قطر، انا اعتقد ومن خلال طبعا متابعتنا للفريقين، يعني طبعا فريقنا منتخبنا الأولمبي نعرفه عن قرب، وأيضا فريق قطر أو منتخب قطر تابعناه بالمباريات السابقة وخاصة أمام عمان. يعني أنا باعتقادي أنه ما يمتلكه فريقنا كواقع من خلال المشاهدة أفضل مما يمتلكه الفريق القطري على مستوى اللاعبين. عندنا مجموعة رائعة، أنا باعتقادي رغم فوزنا على السعودية إلا أنه أنا باعتقادي نمتلك قدرات أكبر، يعني نمتلك لاعبين قادرين على أن يحققوا الفارق، ولكن أنا باعتقادي لا زال الفريق بحاجة لعمل أكبر، لأنه فترة الإعداد باعتقادي ما كانت كافية. يعني أنا باعتقادي قادرين أنه نحقق نتائج أفضل ونتطلع للأمام أكثر إذا استطعنا توظيف قدرات لاعبينا بالشكل اللازم، بالشكل السليم، بالشكل الصحيح. وهذا مثل ما قلت يعني يحتاج لبعض الوقت. يعني أنا باعتقادي إذا فريقنا كان بوضعه الطبيعي كقدرات فردية، وأيضا استطاع المدير الفني توظيف هذه القدرات بالطريقة المناسبة بما يتناسب علميا وواقعيا، أنا باعتقادي قادرين أنه نحقق التفوق على الفريق القطري، وهذا ما نتمنى إن شاء الله لكافة منتخباتنا، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. طبعا بشكر الكابتن أنور عبد القادر على هاي المداخلة الجميلة. للأمانة بشكرك من جوات قلبي على هذا الحكي الرائع جدا. توفيق لمنتخب سوريا. راح نسمع هلا رأي الكابتن أحمد عزام. الأولمبي كنا شفنا تأهل المنتخب الأولمبي عبر مباريتين، خسر المباراة الأولى أمام البحرين وفاز بالمباراة الثانية أمام السعودية. هلا بصراحة بالنسبة للأداء الجماعي للفريق ما كان بشكل جيد، شفنا حالات أفرادية جيدة، ممكن الأداء الجماعي بالحالة الدفاعية كان جيد، أما نحن نتمنى نشوف يعني أسلوب لعب مغاير مباراتنا أمام قطر بالدور نصف النهائي. أكيد مباراة قوية، بس أنا برأيي بهالفئات العمرية هي ممكن تعمل نتائج جيد. شفنا كيف يعني خسرنا مع البحرين وفزنا على المنتخب السعودي، وان شاء الله احنا عندنا امكانيات جيده. يعني احنا عندنا امكانيات كحاله افراديه بالنسبه للاعبين عم تكون جيده جدا، امثال محمود الاسود، امثال ريحانيه، كمان احمد الدالي. يعني بصراحه في نوعيه لاعبين جيدين، حتى بخط الدفاع عندنا لاعبين جيدين. نتمنى نحن اكيد هذا الجيل هم والاهتمام بالنسبه له انه يلعب مباريات على مستوى عالي، لانه مثل ما الكل بيعرف هذول نواة المنتخب الوطني الاول حيكونوا. ان شاء الله نحن متفائلين خير، ان شاء الله بيقدموا مباراه جيده، بيوصلوا المباراه النهائيه لتعطيهم دافع كثير كبير خلال المباراه. بتشكر الكابتن احمد عزام، للامانه ما قصر وكثر خيره. اول ما بعثت له دغري بعث لي كمان هذا التسجيل. راح نشوف هلا معكم راي الكابتن ياسر السباعي، فيديو من كابتن ياسر السباعي رأيه بمباراة، رأيه أو رؤية الفنية فيها نقول في مباراة سوريا وقطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مباراة سوريا وقطر اليوم مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.
دائما الأدوار الإخصائية بتكون عادة إلى حساباتها. نحن شفنا أداء متباين المنتخب السوري، مباراته الأولى لم يظهر بالشكل الصحيح أو بالشكل المطلوب، المباراة الثانية كان نتيجة جيد، وبعد مراحل المباراة أيضا جيد. المنتخب القطري أيضا لم نشاهده بذلك القوة في 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 الأدوار الأولى. بعتقد المباراة حتكون متكافئة بين الفريقين. المنتخب القطري أعماره نوعا ما أصغر من المنتخب السوري. المنتخب القطري أيضا أدى مباريات قبل هذه البطولة بمعسكرات تدريبية كانت أكثر من ناجحة، بعكس المنتخب السوري اللي اقتصر معسكر في الإمارات ولعب مع أندية. حقيقة مباراة لا يمكن تكهن بها، نتمناها حقا سورية، وإن شاء الله تعالى بيكون الفوز حليف المنتخب السوري. طبعا بتشكر الكابتن ياسر السباعي القدوة الكبير وأخونا وكبيرنا، الله يعطيك العافية كابتن على هاي المداخلة الجميلة جدا، وشكرا لأنك لبيت نداء عن جد، يعني شكرا من القلب. راح نسمع هلا مداخلة أو رأي الفني للكابتن أحمد الشعار. سلامات وسلامات لكابتن أحمد اللي عم يتواصل دائما عن التخبارات الوطنية، اللي دائما متابع بشكل كبير مجريات منتخباتنا الوطنية والدعم اللي عم يتوفر لهم، نحن نشكرك بشكل كبير. بسم مباراتنا، مباراتنا مع المنتخب القطري، أول شيء بارك لمنتخبنا الأولمبي لأهله للدور الثاني، ومباراة مع منتخب قطر، منتخب قطر كلاتنا دول الخليج عم تحضر وفراء بشكل كتير كويس بالنسبة للفئات العمرية، وهذا العمر تحت 23 سنة هو نواة للمنتخبات الأولى. عم نشوف نحن منتخبنا الأولمبي في بعض اللاعبين المهمين اللي برزوا خلال البطولة هاي، أكيد بدهم كتير دعم، بدهم كتير شغل، بدهم كتير تكتيك عالي والثقافة الكروية اللي توصلها لمراحل متقدمة، نفس الوقت يفضوا حاله للمنتخبات الوطنية ومنتخبنا الأول، خاصة منتخبنا الأول قابل للتجديد يعني من خلال بعض اللاعبين. ما في نقول تجديد كامل، المفروض ما يتجدد تجديد كامل، في بعض اللاعبين المهمين اللي لازم يغيبوا عن المنتخب لسنوات، أنا هيك برأيي. بالنسبة لمنتخبنا مع منتخب قطر، مباراة ما حتكون سهلة أبدا، عندنا ثقة كتير كبيرة بلاعبينا ولاعبين المنتخب، بتمنى لنا التوفيق بالمباراة. في بعض الأخطاء الدفاعية خاصة بداية كل مباراة عم نشوف في بعض الفرق، إن كان السعودية والبحرين عم يساووا ضغط كتير علينا خلال أول 10 دقائق وربع ساعة، وصح لهم عندهم فرص كتير مهمة للتسجيل، كان منتخب السعودية أو منتخب البحرين. بتمنى أن الأمور هي أكيد المدرب حيتلافاها من خلال المباريات القادمة، وهي مباريات دائما احتكاكية مفيدة ومعرفة واقع اللاعبين وإمكانياتهم خلال البطولات الرسمية. منتخب قطر نعرف عم يشتغل بشكل كتير كبير كتير جيد، وحصول على المركز الأول بالمجموعة الثانية دليل أنه فريق قوي جيد. بالنسبة لمنتخبنا بتمنى له توفيق بهالمباراة هي، ولكن أهم شيء يكون في عنا استحواذ على الكرة، يعني نحن نقطة السلبية يعني نوع فيها منتخبنا أنه دائما أكثر أحيانا نلعب كرات طويلة، عم نعتمد على بعض اللاعبين الفرديين مثل ما شفنا مباراة السعودية، ما في ثبات بالمستوى خلال مراحل المباراة. في بعض محطات المباراة الفريق عم يلعب بشكل كويس، يعني المفروض نحن النقاط هي نطورها أكثر، استحواذ على الكرة، دخول بشكل تكتيكي بشكل جماعي. بتشكر الكابتن أحمد الشعار حبيبنا وأخونا الكبير وأيضا قدوة الأمانة. يعني راح نشوف هلا مقابلة أو رأي فني للكابتن أحمد جلاد، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمباراة بكرة المنتخب الأولمبي مع المنتخب القطري، معنويات اللاعبين الحمد لله عالية، وعندهم الرغبة وإنه بكرة يتجاوز المنتخب القطري، وفي يعني إن شاء الله إمكانياتهم عالية، يعني الأمور النفسية والبدنية كويسة للفريق،
في عناصر يعني تبشر بالخير ان شاء الله، بكره بيتجاوز المنتخب القطري. اتمنى التوفيق للكادر وللاعبين وللجهاز الاداري يا رب. طبعا بتشكر الكابتن احمد جلاد مدربنا الكبير على هذا الراي الفني اللي اعطانا اياه. راح اسمع هلا راي الكابتن محمد منصور مدرب وطني سوري، لنسمع شو رايه. صديقي الغالي ابو حميد، ربي يسلمك، انت دائما رافع رايتنا بالمغترب بالتجمعات اللي بتعملوها بتواجد المنتخبات انتوا الرابطه بالكويت. بدي احكي لك مشان المباراه هي صعبه وما صعبه على منتخبنا، تقريبا المستوى متقارب ما بين قطر وسوريا. شفنا الفريق القطري بالمباراتين اللي لعبون ما كان على مستوى عالي، ونفس المحطه كمان منتخبنا ما قدم مستويات طيبه، لكن نحن دائما نتمنى الفوز والنصر لسوريا ولنسور قاسيون ويكونوا بهي المباراه مقنعين، لانه مثل ما شفنا مباراه المنتخب السعودي ما كانت بالاداء الجيد اللي قدموه. كل التوفيق لمنتخبنا وحصد بطاقه التاهل. الكبير الكابتن محمد منصور اللي دائما منورنا على القنوات السوريه كتحليل الدوري السوري كتحليل المباريات. راح نشوف راي ايضا محلل اداء ايضا السوري وكابتن وخبره الامانه يعني الكابتن باسم بكر، تشوف رايه بالراي الفني بمباراه سوريا وقطر اللي راح تقام بكره ان شاء الله يوم السبت الساعه 5 المساء. باسم بكر محلل ومقيم اداء بالدوري السوري. بالنسبه لمباراتنا مع المنتخب القطري، احنا شاهدنا المنتخب القطري من خلال الدور الاول مباراتين منتخب بمستوى متوسط. منتخبنا يمتلك عناصر فنية بالملعب بأرض الملعب قادرة على تجاوز المنتخب القطري، لكن هذا مرهون بمدى توليفة وانسجام التوليفة من قبل المدرب الهولندي مع هذه العناصر. طبعا المنتخب القطري قدر يفوز، قدر يتخطى من خلال لقاءاته بالدور الأول، ونحن ما بالدور الأول ما كان الأداء مقترن مع النتيجة، يعني ما نو مرهونين سوا، يا أما عم يكون في أداء يا أما عم يكون نتيجة بدون أداء. طبعا بهي المباراة مطالب الجهاز الفني واللاعبين أنه يقرنوا الأداء مع النتيجة. طبعا أنا بتوقع فوز المنتخب السوري 2-0، لكن بشرط إيجاد المساحات بواحد ضد واحد، لأنه عنا عناصر فنية قادرة. وأيضا أتوقع وصول المنتخب السعودي المباراة النهائية مع منتخبنا، وفينا نحكم من خلال هذه البطولة مبدئيا على مستوى الكادر الفني وتعامله مع هكذا بطولات وهكذا مباريات. بتشكر الكباتن اللي شاركوا معنا بهاي الحلقة أو بهذا الفيديو، فيديو لازم نحكي لأنه منتخب سوريا ومنتخب قطر مباراة للأمانة لها طعم آخر، لها حساسية كبيرة، لها ندية كبيرة، حساسية رياضية بنحكي طبعا. مباراة دائما نشوف مباراة المنتخب السوري والقطري فيها ندية شرسة بين المنتخبين، إن كان بالرجال أو بالأولمبي حتى بالناشئين عم نشوف هاي الندية بالمباراة. يعني إن شاء الله نقدر نوصل للنهاية، وكيد رح نوصل للنهاية بإذن الله. التقينا كثير وربحنا عليهم كثير، فما بتوقع في شيء صعب لمنتخب على منتخب سوريا، ولا في شيء مستحيل أتوقع في على منتخب سوريا. نحن أنا اخترت للأمانة كادر من يعني النخبة في سوريا، وفي لسه كمان كتار إن شاء الله راح نشوفهم في المباريات القادمة من المدربين راح يشاركوا معنا في فيديوهات قادمة، وبتوجه لهم بالشكر الكثير كبير للأمانة على تواضعهم على الرقي اللي هن يتمتعوا فيه وشاركوا بهذا الفيديو وعطوا رأيهم أو تحليلهم الفني لهي المباراة. ومعي أنا بالتحديد اللي بشكرهم للأمانة، علاقتي معهم طيبة كثير من عشرات السنوات، من ايام ما كنت شجعهم كانوا لاعبين، لليوم هن مدربين نفتخر ونرفع راسنا فيهم. والشكر الاكبر طبعا اكيد لصديقي حمدكو، قناة حمدكو الداعم اللوجستي لنا، واخي يزن ايضا بالقناة. طبعا اتمنى من الجمهور السوري اللي انا بوجه له التحية والشكر الكبير في دولة في المملكة العربية السعودية انه يحضروا بكرة ليساندوا منتخب الوطن، لانه فعلا جالية يعني ترفع لها القبعة في السعودية للأمانة. الجالية السورية أنه وقفت مع منتخب سوريا وخسر، وقفت معه وقت ربح، وهلأ راح توقفوا معه إن شاء الله ليوصل للنهائي، راح ترفعوا الكأس معه بالنهائي بإذن الله. بتمنى التوفيق طبعا لمنتخبنا السوري.
وبشكركم مرة ثانية، وتوقعاتكم حطوا لي إياها بالتعليقات. شو توقع مباراة سوريا وقطر؟ بتوقعها مثل ما أتذكر أنا لعبنا مع المباراة ب 2015-14 كان أيضا غرب آسيا، بتوقع نص نهائي أو نهائي كانت، وربحنا 3-1 بتذكر هذيك المباراة، وأتوقعها اليوم راح تكون أو بكرة راح تكون 3-1 لمنتخب سوريا. راح نكون معكم بعد المباراة أيضا إن شاء الله برأي آخر من بعض المدربين السوريين في هاي المباراة، وأيضا إن شاء الله أنا بتوقع وصول السعودية للنهائي ومنتخب سوريا للنهائي راح يلتقوا بالنهائي والكأس بإذن الله سوري. راح تكون بطولة إن شاء الله هي للاعبين جدا مهمة طبعا، وصول إذا وصلنا للنهائي هذا الشيء حلو للاعبين كتير، هن لاعبين صغار، وراح يكون إن شاء الله في شيء حلو كتير لمنتخب سوريا إذا فعلا حققنا هاي البطولة، لأنه شفنا نحن انطلقنا من غرب آسيا بالكويت وصلنا لملحق العالمي لأول مرة أو من 30 سنة لحتى وصلنا لهذا الملحق مع الكابتن أيمن الحكيم، ولكن كانت انطلاقتنا من المنتخب الأولمبي بكأس غرب آسيا بالكويت، كان هو كان ممثل للرجال بأيامها. أتمنى التوفيق وبشكركم مرة تانية، وبلا تنسونا طبعا إذا عجبكم هذا الفيديو تحطوا لنا اللايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودائما لازم نحكي